يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخر نوع بقى من انواع الفاير وول علينا في الشابتر ده الزون بيست فاير وول، او ساعات برضو بنسميه زون بيست بوليسي. يعني الاختصار بتاعه هتلاقيه يا اما زد بي اف يا اما زد بي بي، زون بيست بوليسي. تمام. كنا اخر حاجه اتكلمنا عنها ايه؟ السي باك. وقلنا ان مشكله السي باك في حاجه ايه هي؟ اولا طبعا ليه مميزات رائعه، بيعمل انسبكشن للباكت. تمام. ايه تاني؟ مثلا انا ممكن اعمل انتجريشن ما بينه وما بين اسمه ايه ده الاي سي اس، او الجيل الجديد من الاي سي اس اللي هو الايس اي اس اي. تمام. ده انا ممكن كمان ان انا اداونلود سكيورتي بروفايل ليوزر معين عن طريق السي باك. كل دي فيتشرز رائعه موجوده فيه. تمام. بس كانت مشكلته في حاجه، ايه هي؟ لو انا دلوقتي الشبكه بتاعتي كبيره شويه وفيها منطقه تي ام سي، هو هيشتغل مش هيقول لا، بس الكونفيجريشن هتبقى كومبليكيتد، لان انا بتعامل مع الانترفيس، انترفيس بعمل انسبكشن رول وبطبقها تحت الانترفيس، وبالتالي لو عندي انترفيسز كتيره لا، ان انا اطبق تحت انترفيس انترفيس وابدا ان انا احدد ده انسبكت ده مش عارفه يعمل ايه ده ايه، هتبقى العمليه كومبليكيتد. تمام. علشان كده عملوا فيتشر جديد اسمه زون بيست فاير وول. تمام. ده اخر نوع من انواع الفاير وول اللي موجود عندنا اساسا كامبلمنتيشن على الراوتر ذات نفسه، لان احنا اتفقنا ان الفاير وول ممكن ان انا اشتري ديديكيتد هاردوير اساسا ديفايس، اي اس اي فاير وول على سبيل المثال، بيلز فاير وول على سبيل المثال، فورتي جيت مش شرط بتاع سيسكو، فورتي جيت. تمام. فده احدث نوع، مش احدث يعني اقصد يعني اخر حاجه اتعملت كفاير وول على الراوتر، بس طبعا قديم جدا برضه، فبرضه يعتبر حاجه ليجاسي، بس برضه بندرسه ليه؟ افرض ان انت ما عندكش بادجت ان انت تشتري هاردوير ديفايس كفاير وول، يا اما تشتغل بالسي باك يا اما تشتغل بالزون بيست فاير وول. انهي افضل بالنسبه لك؟ انا عن نفسي كرايي يعني لو انت عندك جاست منطقتين لان وين السي باك، لان الكونفيجريشن بتاعته سامبل، انا عملت امبارح اكسس ليست وايه تاني؟ انسبكشن رول. تمام. لكن بالنسبه للزون بيست هنشوف الكونفيجريشن بتاعته دلوقتي، لا الكونفيجريشن بتاعته فعلا كومبليكيتد ولازم عينك تبقى في وسط راسك. تمام. فتقوليش ده هو ده اللي عليا في المنهج، ده اللي عليا في المنهج. تمام. حتى شالوا كميه، يعني المنهج القديم كان عليه كل الانواع ما عدا السي باك، يعني كان عليك الدايناميك والريفلكس والكلام ده ما عدا السي باك. طب ما الدايناميك افضل من الريفلكس، صرنا اصلا السي باك افضل من الريفلكس، ليه سايبين الريفلكس وشايلين السي باك؟ يعني تحس ان في حاجه غريبه كده. تمام. بالظبط. كل يوم والتاني تطبيق. تمام. بس زي ما اتفقنا احنا ماشيين مش بترتيب المنهج ذات نفسه، احنا برضو بنشوف الحاجه اللي تنفعنا في البرودكشن. صحيح هتقول لي طب ما الكي وورد استابليشت او الدايناميك الحاجات دي خلاص عمري ما هستخدمها، بس احنا اتفقنا ان احنا ماشيين السلسله كده من اولها، كل واحد مشكلته ايه واتصلحت في اللي بعديه ازاي، اللي بعديه كانت مشكلته ايه واتصلحت في اللي بعديه ازاي، كل جيل بيصلح على قديم. تمام. نمسك بقى التوبولوجي ده، احنا اوريدي قومنا التوبولوجي ده قبل ما نبدا التسجيل عشان بس يبقى فيه ايه، عشان ما نضيعش وقت الفيديو. حطيت اي بي هيد نوشن داون اديت جيت واي بس. تمام. وجيت بنكتم للكلاينت على السيرفر اللي انا مسميه وان سيرفر في ريبلاي، ومن الكلاينت على الدي ام سي سيرفر في ريبلاي. انا هفترض ان المنطقه دي منطقه اللين، او نسميها بقى انسايد. المنطقه دي هسميها منطقه الاوتسايد، المنطقه دي هسميها منطقه الدي ام سي. تمام. فكره الزون بيست فاير وول ان انا بقسم الشبكه بتاعتي، بقسم الشبكه بتاعتي لحاجه بنسميها زونز، لحاجه اسمها ايه؟ زونز. بمعنى انا ممكن يكون الراوتر ده عليه اتنين انترفيس في اللين، بدل ما كنت اعمل انسبكشن هنا وانسبكشن هنا، انا هاجي على الاتنين دول اساسا احطهم في زون، والزون دي هسميها مثلا انسايد. وهعمل كمان زون هسميها اوتسايد مثلا، وزون كمان هتبقى مخصصه للتي ام سي. ممكن يبقى فيه اكتر من انترفيس جوه الزون، وهي دي الميزه اللي فيه. الميزه ان انا بعمل بوليسي، بطبق بوليسي على الزون ككل، مش على كل انترفيس على حده، لا ده على الزون ككل. تمام. البوليسي دي ممكن اقول فيها ايه؟ ممكن اقول فيها ان الترافيك اللي جاي من الزون دي اللي احنا هنسميها مثلا انسايد وراحه الاوتسايد، دي مثلا الزون اللي اسمها دي ام سي. هقول مثلا ان الترافيك اللي جاي من الزون اللي اسمها انسايد رايح للزون اللي هي اللي اسمها اوتسايد، ممكن اعمله باس. باس يعني ايه؟ يعني يعدي، صح؟ بس ساعتها لما الاوتسايد يجي يرد، ما انا عارفه ان اي ترافيك في الدنيا رايح جاي، صح؟ ساعتها الاوتسايد لما يجي يرد لا الترافيك مش هيعرف يعدي،
تمام؟ يبقى ممكن ان انا اقول له باس او ممكن اقول له دروب او ممكن اقول له الافضل بقى انسبكت. ايه الفرق ما بينهم؟ اعتقد باس ودروب واضحين. انسبكت يعني معناه انه هيعمل لي انسبكشن رول هنا، يعني هيحط له قيمه جوه الستيت تيبل، تمام؟ هيبدا ان يتراك السيشن دي، ولما يجي ساعتها الاوتسايد يجي يرد على الانسايد هيسمح له. يبقى انت لو عايز الانسايد يقدر يكونكت على الاوتسايد والاوتسايد يقدر يرد، تخلي البوليسي بتاعتك نوعها ايه؟ انسبكت. تاني لو عملتها بس الانسايد هيقدر يدخل على الاوتسايد، لكن الاوتسايد مش هيقدر يرد على الانسايد. لو عملتها دروب بتاعي واضحه، تمام؟ لو عملتها انسبكت الانسايد يوصل للاوتسايد والاوتسايد يعرف يرد. طب لو انت عملتها انسبكت من الانسايد للاوتسايد، احنا اتفقنا الانسايد هيقدر يوصل للاوتسايد والاوتسايد يرد، لكن الاوتسايد لو الانيشيشن طلع منه، لو هو ذات نفسه اللي حاول يوصل بالظبط، مش هيعرف يوصل للانسايد. ودي التلاته بوليسي اللي انا ممكن ان انا اطبقهم، فالعب فيهم براحتك بقى. عايز تعمل انسبكت من ال اي، عايز تعمل باس من ال اي، من الزون دي للزون دي، من هنا لهنا، براحتك. طب انا عندي سؤال، هو الزون دي ممكن تشمل كام راوتر؟ لا يعني الزون بتبقى على مستوى كذا انترفيس. اصل بص في حاجه، ده مش انترفيس. ثانيه واحده، ده سوري انا اسفه، ده مش راوتر، ده انا بسيميوليت ده كانه جهاز كمبيوتر، تمام؟ فهي الفكره ان الزون، السؤال الصح بقى تشمل كم انترفيس على الراوتر. ايا كان بقى اللي ورا، ايا كان اللي ورا اللي جوه الزون، يعني الاجهزه اللي موجوده جواه، اجهزه كمبيوتر، جافز، سويتشز، لان كامله كونكتد بالانترنت. يعني انا اقصد ان الانترفيس ده كده كونكتد بالانترنت ككل، فانا بسيميوليت ان الانترنت بتاعي هو السيرفر ده، الوان سيرفر ده. فهمت اقصد ايه؟ تمام. هي الفكره بقى كام انترفيس جوه الزون، اب تو يو، براحتك. وهي الفكره تاني اساسا ان انت بدل ما تبدا تعمل رولز على مستوى كل انترفيس، انت بتعمله على مستوى مين؟ الزون ككل، ايا كان الانترفيس اللي انت هتحطها جوه. واضحه؟ طب افرض دلوقتي ان انت عندك مجموعه من الانترفيسز مش تبع ولا زون، هيوصلوا لبعض عادي، لكن مش هيقدروا يوصلوا لاي زون ولا اي زون توصلوا. بعد ما اطبق البوليسز بتاعتي، تمام، الانترفيسز دي هيبنجوا على بعض ويشوفوا بعض عادي جدا، لكن ما لهمش علاقه بالزونز ولا زونز تقدر توصلوا. تمام. طيب الزونز تقدر توصل لبعضها، اتفقنا على حسب البوليسي اللي انا هطبقها. تمام كده. ايه كمان في عندي؟ زون بقى رابعه هنا بتبقى متكريته اساسا باي ديفولت، اللي هي زون اسمها سيلف. واحد اسمها سيلف، حروفها بتبقى اسمها سيلف، تمام؟ الزونز الثلاثة دول انا اللي هكريتهم، الانسايد والاوتسايد والدي ان سي انا اللي هكريتهم. لكن لو انت عندك سوري بيبقى عندك اوريدي زون اسمها سيلف. ايه الزون سيلف دي؟ اللي هي السيلف راوتر، اللوكال جنريتد راوتر، اللوكال ترافيك جنريتد فروم راوتر، تمام؟ مش انا كان عندي مشكلة في السي باك ان الترافيك دينايد من الراوتر، وكان لازم استخدم اوبشن كمان في نهايه امر الانسبكشن اللي هو الراوتر ترافيك عشان يسمح للترافيك اللي هو جنريتد من الراوتر. انما هنا الزون السيلف دي باي ديفولت بيرميتد، يعني اي حد يبنك على الراوتر ذات نفسه او الراوتر يبنك على اي حد، لا الترافيك باي ديفولت ايه؟ بيرميتد، تمام؟ وده ريكومندد، لان اساسا السي باك كان بيعمل لي مشاكل مع حوار الكنترول بلين. مش انا المفروض الاول اسمح بالكنترول بلين قبل ما افكر ان انا افلتر الداتا؟ الريب، الاو اس اف، الاي جي ار بي، البي جي بي، ما كل ده لازم اسمح بيه الاول، تمام؟ فكان لازم استخدم الاوبشن بتاع ترافيك راوتر ترافيك عشان اساسا الكنترول بلين هو كمان يبقى بيرميتد، تمام؟ طب وهنا كده كده اللوكال ترافيك بيرميتد. وهتشوف دلوقتي لو حد يقول لي مثلا بس انا مش عايز اللوكال ترافيك يبقى بيرميتد، انا عايز لو اي حد في الاوتسايد يجي يبندج على الراوتر ما يعرفش، كان عنده سكيورتي، ماشي اوكي هنعملها. يبقى هغير الديفولت بوليسي وهسمح لحاجات معينه وهمنع حاجات معينه. على سبيل المثال هسمح مثلا بالكنترول بلين، لكن بقيه الترافيك كله ديناي، سواء بقى تلت سواء بانج سواء مش عارفه ايه، من انهي زون سي مثلا، من الاوتسايد للسيلف. اب تو عمليه كاستمايزبل جدا. بس الفكره تاني ان الكونفيجريشن بتاعته الى حد ما ايه؟ كومبليكيتد شويه. فعشان كده انا عاملاهم في ملف اوريدي في لاب كامل انا عاملاه هنا، تمام؟ بس برضو الحاجات اللي بتبقى فيها خطوات كتير بفضل ان هي تبقى دايما في ملف. هم 5 ستيب نمشي عليهم بقى واحده واحده كده ونطبقها بالراحه، علشان اي ستيب فيهم فيها لخبطه ممكن تبقى
تخبطني وتوقع لي الدنيا والترابل شوتينج فعلا بتاعها بيبقى رخم زي الفي بي ان كده. تمام. الفكره مش انك تحفظ الاوامر، الفكره ان انت تعرف تيوتلايز الاوامر دي. تمام. اول خطوه خالص ان انت هتبدا ان انت تحدد الزونز بتاعتك. فانا في التوبولوجي ده احنا عاملين كام زون؟ 3 زون. هكاري زون اسمها انسايد زون او اوتسايد، وهكاري زون كمان اسمها دي ام سي. تمام. فهاجي كده على الفاير وول، هاجي اقول له زون. لو استخدمت العلم ما عنديش غير اوبشن واحد بس اللي هو سيكيورتي، وادي له اسم زون. تمام. زي مثلا هسمي الزون بتاعي انسايد، واعمل زون كمان اوتسايد، واعمل زون كمان دي ام سي. كريت كده عندي 3 زون. تمام. تاني خطوه بحدد حاجه اسمها كلاسيفايل ترافيك، حاجه اسمها كلاس نيم. يعني ايه كلاس نيم ده؟ هو دلوقتي انهي ترافيك اللي انا عايزه اعمل عليه باس، او انهي ترافيك اللي انا عايزه اعمل عليه انسبكت، او انهي ترافيك اللي انا عايزه اعمل عليه دروب، انهي ترافيك اللي انا عايزه اطبق عليه بوليسي معينه. فلازم الاول اكلاسيفاي الترافيك ده. تمام. تحدد ايه هو الترافيك، وبعد كده هتقول الترافيك ده انا هعمل عليه ايه. فبيتحدد عن طريق حاجه اسمها كلاس ميب، عن طريق حاجه اسمها ايه؟ كلاس ميب. ولازم تحدد نوع الكلاس ميب، التايب بتاعك انسبكت. تمام. بمعنى لو انا جيت هنا دلوقتي قلت له كلاس ميب واستخدمت الهيلب كده، ممكن اقول له اسم الكلاس ميب على طول. تمام. بلاش تعمل كده، لان لما بعمل كده في بعض انواع البروتوكولات ببقى عايزه ان انا احدد عليها بوليسي معينه مش بلاقيها، فاقول له التايب بتاعها انسبكت وادي لها اي اسم. زي مثلا انا عايزه اسمح بالتي سي بي، الاسم ده اب تو يو، انا مسميه تي سي بي عشان بس بحب اربط الحاجات ببعضيها عشان انا ما اتوهش. تمام. انت عايز تعمل ايه بقى؟ تماتش بروتوكول معين. بص كده، لو جيت ماتش، انت ممكن تماتش اكسس ليست، اكسس جروب المقصود بيه اكسس ليست، يعني الديفاين ترافيك معين انت ناوي تعمل عليه، او نتورك معينه سوري عن طريق اكسس ليست انت ناوي تعمل عليها اكشن معين. ممكن تديفاين كلاس ماب ثانيه. تمام. ممكن تديفاين اللي انا هعمله ديفاين دلوقتي بروتوكول، انهي بروتوكول اللي انت ناوي تعمل عليه اكشن. لو استخدمت الهيلب ادي صفحه 2 3 4 5 6 7 حبه حلوين. تمام. سي ان انت عايز تعمل انسبكت للتلت، او الدي سي بي، او اليو دي بي، او الفويس، او يعني هيصه بجد. في هنا مثلا بروتوكول فين بي جي بي، عشان كمان شويه لما نعمل اقول لك ازاي تحل مشكله الكنترول بلين. لو انت عايز تعمل تغير الديفولت بيهافير بتاع السيلف زون، لو عايزها تبقى دروب، ما احنا اتفقنا ساعتها لازم تسمح بالكنترول بلين، فعامل لها كلاس ماب واسمح بيها بالبي جي بي. بس هنا لو تاخد بالك مفيش او اس بي اف، انا قلت له انا او اس بي اف التاب مش بيكملها، ولا في اي اي جي ار بي. طب معنى كده ان لو عايز اسمح بالاو اس بي اف او الاي اي جي ار بي ما ينفعش ان انا اعملهم؟ لا ينفع، بس عن طريق اكسس ليست. اعمل لهم برميت عن طريق اكسس ليست، وماتش مش بناء على بروتوكول، ماتش بناء على اكسس ليست. تمام. خلينا واحده واحده كده. انا هسمح هنا ببروتوكول مين؟ التي سي بي ككل. تمام. نعمل واحده كمان سي كمان ان انا عايزه اسمح ببروتوكول يو دي بي، وتقول له ايه؟ ماتش بناء على مين؟ البروتوكول اللي هو يو دي بي. زي ما اتفقنا عايز تكون مور سبيسيفيك عن كده، اب تو يو، عايز تسمح بالتلنت بس او الاف تي بي بس، وات ايفر. تمام. طيب واحده كمان ممكن اسمح كمان، او اعمل كمان يعني رول كمان لمين؟ اي سي ام بي، واسمي الرول دي او ماتش الاي سي ام بي. يبقى انا كده عملت كلاس ميب، عملت كلاسيفيكيشن لمين؟ لبروتوكولات التي سي بي، وبروتوكولات اليو دي بي، وبروتوكولات الاي سي ام بي. كل واحده ليها اسم. ماشي. تمام. الخطوه اللي بعديها ان انا اعمل حاجه اسمها بوليسي ميب. يعني ايه بوليسي ميب؟ يعني دلوقتي انا حددت ترافيك هعمل عليه ايه؟ هيباص مثلا، ولا تحدد عليه الاكشن اللي انت عايز تعمله. ما انت لو تاخد بالك انا دلوقتي في كل اللي عملته ايه؟ حددت ترافيك. هو انا حددت ايه هي اللي انا هعمله عليه؟ ايه هي الاكشن اللي هعملها عليه؟ طب بيتحدد ازاي؟ دي بقى الخطوه الثالثه، ان انت بتكريت حاجه اسمها بوليسي ميب. بتكريت حاجه اسمها ايه؟ بوليسي ميب.
تمام. نفس الامر، مش انا قلت له كلاس لاب، هقول له هنا بوليسي ميب، ونفس الكلام اللي هتقول فيه تايب انسبكت انسبكت، تمام، وتدي له اسم. يعني زي ما اتفقنا انا بحاول بقدر الامكان اكون مور سبيسيفيك، او يعني تستخدم اسامي كده يعني ايه واضحه شويه. سي دلوقتي ان انا هكريت هنا واحده اسمها انتو اوت، تمام، فاخدها كده كوبي احسن، لان ده انا هحدد فيها ايه اللي هيحصل من الانسايد للاوتسايد، تمام. وبعد كده هنا اقول له الكلاس بتاعي اللي انا ناويه اطبق عليه اكشن، انهي كلاس الاول اللي انا كنت مسمياه تي سي بي، ها تمام، اعمل عليه ايه، دروب ولا انسبكت ولا باس. طب وايه الحاجات التانيه دي؟ بوليس ده اللي هو حاجه تبع الكواليتي اوف سيرفيس، فاكر البوليسنج؟ مش هكلم عليا الكلمه، احنا هاخدينها بوليسنج. لما كنت قلت لك لو حصل ترافيك كتير جدا عليا، تمام، لو وصل ثري شوت معين الراوتر يبدا يعمل دروبات منهم. تمام، ده مثلا البوليس سيرفيس بوليس دي لا معرفش ايه هي، تمام. فخلينا في السهله اللي هي مين، او مش السهله اللي احنا انترستد فيها اللي هي ايه، انسبكت انتر، بس هو ده. تخيل نعمل واحده كمان بقى، بوليسي ماب بالظبط. لا البوليسي ماب، انا هي بوليسي ماب واحده بس، انا هكلاس الفايل ده من الان الاول، جواها هعمل بوليسي او سوري انسبكت مين، الكلاس اللي اسمه تي سي بي، والكلاس اللي اسمه يو تي بي، والكلاس اللي اسمه اي سي ام بي، كل دول جوه نفس البوليسي ماب. يعني ممكن اقول كلاس اي بي من الاول اللي هو ما كل حاجه، ممكن الاوبشن ده موجود، ماشي، لو انت بتقصد بها فيها ماتش البروتوكول الاي بي، بي موجود، ماشي. تمام، فهقول له هنا كلاس اللي اسمه يو تي بي، وبرضو هعمل عليه انسبكت، والكلاس اللي بعديه اللي انا كنت مكريته اللي اسمه اي سي ام بي، وهقول له هنا ايه انسبكت، تمام. يبقى تاني عشان ما تتوهش، اول حاجه كريت ايه زون، تاني حاجة حددت ايه هو الترافيك اللي انا ناوي اعمل عليه اكشن معين، عملت عليه اكشن عن طريق ان انا حددت ايه بوليسي ماب. الخطوة اللي بعديها بكرت حاجة اسمها زون بير. ايه الزون بير دي بقى؟ بربط الزون بقى وبربط البوليسي اللي انا كريتها دي بالزونز بتاعتي. يعني انا دلوقتي كريت كذا بيس، اربطهم بقى بعضيه، مش انا عملت بوليسي انا سميتها انتو اوت، صحيح، بس يا ترى مربوطة بانهي زونز؟ مش عشان انا سميتها انتو اوت اتربطت بالان والاوت، لازم احدد انا هربطها بانهي زونز، أوكي. عن طريق امر اسمه زون بير. زون بير، تمام، سيكيورتي. طيب بيقول لي هنا سمي لي زون بير باسم، تمام، زي مثلا هسميه ان تو اوت بوليسي. قال لي طب مين هو السورس بتاعك، انهي زون؟ بص لما استخدمت الهيد، مش دول الثلاثه زون اللي انا كريتهم؟ هو لقطهم عشان انا كريتهم، وفي زون كمان اسمها سيلف. سيلف، فمين هو السورس بتاعي؟ الزون اللي اسمها انسايد، اللي رايح للديستنيشن الزون اللي اسمها اوتسايد، تمام. طب لو استخدمت الهيلب، قال لي طب بصي حددي لي بقى السيرفيس بوليسي بتاعتك، انهي بوليسي انت هتطبقيها هنا، انسبكت، انهي بوليسي انت هتطبقيها هنا. ما احنا اتفقنا تاني الامر اللي انا بعمله ده بيربط البوليسي بالزونز بتاعتي. اول ده واحد بيقول ايه سكيورتي ان اوت بوليسي سورس بالانسايد الديستنيشن اوتسايد. بص هاتها من هنا عشان الامر، بص في هنا الدولار ساين اهي، علشان بس الامر كده تحت الكرسي، ماشي، فبص عليه هنا، ده ايوه ده، ماشي. التاني ده بيعمل ايه؟ بص انت كده اديت لها اسم للسيرفيس بوليسي، وقلت ان هي تتربط منين، مين السورس بتاعك، من الانسايد لمين الاوتسايد، هتعمل عليه ايه، هتطبق عليه انهي بوليسي. مش ممكن تكون انت عامل اكتر من بوليسي على الراوتر بتاعك، هتطبق عليه انهي بوليسي؟ الانسبكت بالظبط، تمام. الانسبكت دي انا كنت عاملاها في بوليسي ليها اسم، وكنت مسميها الاسم بتاعي انتو انتو.
وضحت كده؟ انتر. اخر خطوه بقى ان انا اربط الانترفيسز بالزونز. تمام. انت ممكن تعملها من تاني خطوه على فكره عادي، اب تو يو. دي احسن على فكره ان انا اعملها من تاني خطوه وانا بكريت الزونز على طول. هو الترتيب انا مش فارق. تمام. اخر خطوه زي ما اتفقنا ان انا هربط الانترفيسز بالزونز. فهاجي هنا فين الرسم؟ الانترفيس ده مربوط بالزون اللي اسمها الانترفيس ده مربوط بمين؟ اف 0 اوفر 0. هقول له الزون ممبر بتاعتي اللي نوعها سكيورتي كان اسمها ايه؟ الانسايت. والانترفيس اللي رابطني اعتقد اف 1 اوفر 0 بالاوتسايد. هقول له دي مربوطه، هربطها بالزون اللي اسمها اوتسايد. وبالمره عشان لما نكمل الخطوات بتاعت الدي ام سي كمان شويه، تمام، هربط اف 1 اوفر 1 واقول له دي مربوطه بالزون اللي اسمها الدي ام سي. انا كده خلصت كونفيجريشن. يبقى من الاخر تاني هما خمس خطوات. اول حاجه هتديفاين الزونز، تعرف الزونز، تمام، تكرر الزونز. تمام. تاني حاجه هتبدا ان انت تكلاسيفاي الترافيك، تحدد الترافيك اللي انت عايز تعمل عليه اكشن. هتعمل عليه اكشن عن طريق الخطوه الثالثه اللي هي عن طريق بوليسي ميل. بعد كده هتكريت زون بير. ايه الزون بير ده؟ ان انت بتجمع كل البيسز بقى اللي انت عملتها. يا ترى الزونز دي بتاعتك هتطبق عليها انهي بوليسي؟ اخر حاجه خالص هتربط الانترفيسز بالزونز. واضحه؟ تعالى بقى نتست. لو جبت دلوقتي كده من الكلاينت ابنك على، طبعا انا دلوقتي عملت ايه من الانسايد للاوتسايد، تمام، على 11.00.100 في ريبلوي. طب لو جيت ان انا اتلنت اوبن، طب لو جيت اتلنت على 80، هو كونكشن ريفيوزد باي ريموت هوست، ما قالنيش ديستنيشن ريفيوزد. معنى كده ان اساسا بالظبط. يبقى هاجي هنا بس اقول له اي بي اتش تي تي بي سيرفر واي بي اتش تي تي بي سكيور سيرفر عشان لو عايزه تست على ده كمان. وبالمره على دي ام سي عشان نتست برضو اي بي اتش تي تي بي سيرفر واي بي اتش تي تي بي سكيور سيرفر. لو جيت تاني من الكلاينت كده اوبن على 443 اوكي. تمام. طب تعالى من الانسايد بقى نعم للدي ام سي. لو جيت على سبيل المثال ابنك على 12 انسايد للدي ام سي، انت بتعمل بوليسي ليها. علشان كده اوريك بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل. مش هيحصل ليه بقى؟ انا حطيت الانترفيس تبع زون، بس انا لغايه دلوقتي لسه ما كريتش اي بوليسي. صح. طالما انا ما كريتش بوليسي الديفولت هيبقى كله دروب. مش انا خليت الانترفيس تبع زون معينه، بس انا لغايه دلوقتي لسه ما كريتش اي بوليسي ولا عملت. يعني لازم عشان يعرف يبنك على الدي ام زي يبقى لازم اعمل له بوليسي. بالظبط. طب في الوقت، بص هقول لك، في اوريدي بوليسي عندي دلوقتي اللي اسمها انتو اوت، تمام، بس مش متطبقه على دي ام سي. عن طريق ايه؟ الزون بير. ونفس الكلام لو عملت من الاوت للدي ام زي برضه هيضرب. بالظبط. لو جيت من اي، بص حتى من السيرفر ذات نفسه، لو جيت تبنك على الانسايد كان 192 168 دوت 1 دوت 100 مش قادر يوصل، رغم ان العكس بيوصل، الكلاينت يوصل للسيرفر اللي بره اللي في الوين، لكن الوين مش قادر يوصل ده. بص هو الوحيد اللي دلوقتي برميتد من الكلاينت للسيرفر اللي في الوين. اي ترافيك تاني دلوقتي تيجي تست عندي، يعني على سبيل المثال لو جيت ابنج على 12.00.100 اللي هي دي ان سي، كل الترافيك بعد كده واقع. اي ترافيك تيجي تست عليه دلوقتي واقع من اي حته لاي حته. الوحيد دلوقتي اللي مسموح ليه من الكلاينت لمين؟ للويب للوان سيرفر. اوكي. وضحت كده؟ تعال نشوف الاوبجيكتيف التاني اللي انا عامليه. طب لو في ارض الواقع بقى ايه اللي بيحصل؟ انت كنت قلت لي ان الوان ما بيخشش على طول على اللان، بيعدي على الدي ام سي الاول. صح. بعد كده لا انا قلت كده؟ انا قلت الوان يدخل على دي ام سي وبعد كده يدخل على اللان؟ لا يعني عشان لو في هاكر مثلا في الوان ما يضربش. بالظبط. لكن ساعتها انا ماليش دعوه بالانسايد، انا كنت بتكلم هنا ان هنا يبقى عندي منطقه السيرفرات. تمام. ففي السيرفرات ايه اللي بيحصل؟
هتسمح للترافيك في الاتجاه ده، لكن دي ساعتها ملهاش دعوه بدي. تاني كده تاني، دلوقتي انت عندك سيرفرات زي الميل زي الويب، السيرفرات اللي الناس اللي بره بتحتاج ان هي تاكسسها. جميل. فهتسمح لانهي ترافيك من ده، من الزون اللي هي الاوتسايد، تعمل لها انسبكت للدي ام سي عشان السيرفرات تقدر ترد. تمام. ومن الدي ام سي بقى لو عايز حد من اللي من اللان يوصل للدي ام سي مفيش مشكله، ممكن تعمل هنا انسبكت. تمام. انا ما بفضلش ابدا ان انت تعمل بقى انسبكت من الدي ام سي للويب مثلا او من الدي ام سي للان. ليه؟ اصل دي منطقه سيرفرات. تمام. ليه حد هيقعد مثلا على السيرفر بتاعي ويعمل مثلا يفتح براوزر ويدخل نت؟ صح. هو الادمن ده قاعد يلعب ولا قاعد يشتغل؟ فامنع عنه ترافيك. وفي نفس الوقت في بعض انواع الترافيك غصب عني لازم اسمح بيها. افرض عندك سيرفر عايز ابديت، ساعتها لازم تسمح لي. شوف ايه هو نوع الترافيك بالظبط بقى، خليك هنا بقدر الامكان مور سبيسيفيك، لكن ما تسمحش بكل حاجه وبالتالي الادمن قاعد على السيرفر يفتح فيس ويفتح مش عارفه ايه. لا ما تعملش، ما تسمحليش بكده. طب حاجه اخيره، هو الراوتر اللي هو الفايروال ده ينفع زي امبارح هو اللي يأكسس؟ اه ده انا لسه عامل لك الكلام دلوقتي حالا، بس اخلص دي وبعد كده هعمل لك حته السيلف زون دي. تمام. او ممكن اشرحها لك بس اسيبها لك تاسك انت اشرح لك فكرتها واسيبها لك تاسك. تمام. بقى لي كتير ما اديتكش عمرك. صح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايز اعمل ايه تاني في التوبولوجي بتاعي؟ تو انسبكت اول تي سي بي ان يو دي بي ان ار سي ام بي سورس فروم ذا اوتسايد تو دي ان سي. عايزه دلوقتي اعمل انسبكت، اسمح للترافيك اللي جاي من الاوتسايد للدي ام سي. احنا اتفقنا ان الدي ام سي جواها السيرفرات بتاعتي، اكيد انا مش حاطه السيرفرات عشان امنع الناس تدخل عليه، فعايزه الناس اللي بره تدخل على سيرفراتي، الويب الميل الكلام ده. تمام. يبقى هعمل ايه؟ انسبكت من الاوتسايد لمين؟ للانسايد. عايز ان انت تعمل كلاس ماب تاني من اول وجديد عشان تحدد انواع معينه من الترافيك، اوكي انا هستخدم نفس الكلاس ماب اللي انا عملتها لاني هسمح بنفس البروتوكولات اللي هي تي سي بي ويو دي بي واي سي بي. عايز تعمل كمان بوليسي ماب علشان تحدد اكشن مختلف، اتس اب تو يو. انا هستخدم نفس البوليسي ماب اللي عندي اللي كانت اسمها انتو اوت. تمام. يبقى انا كده ناقصني ايه؟ خطوه واحده بس. ايه هي؟ ان انا اكريت بيرسون زون بير سوري عشان اربط ساعتها الاوتسايد بمين؟ بالدي ام سي. تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على الفاير وول بتاعي زون بير اللي نوعها سكيورتي. تمام. اديها اي اسم كده زي مثلا هسميها اوت تو دي ام سي. تمام. مين هو السورس بتاعي؟ انهي زون في دول؟ الاوتسايد. الديستنيشن بتاعي اللي هو دي ام سي. تمام. انا عايز الاوت هو اللي يدخل على دي ام سي. اه يبقى صح كده، من الاوت للدي ام سي. تمام. وبعد كده هقول له هنا ايه؟ السيرفيس بوليسي، البوليسي اللي انا مطبقاها اللي نوعها تايب انسبكشن اسمها كان انتو اوت. هي دي انا مستخدمه نفس البوليسي. تمام. تعال نتست بقى كده من الدي ام سي. لو قلت له بنج على 12.00.100 في ريبلاي. تمام. لو جيت ان انا اتلنت مش محتاجه بقى ان انا اجرب على 80 ولا 4 3 اكيد شغالين ان شاء الله. تمام. ها يلا على 80 اوكي. لكن في الاتجاه العكسي من الدي ام سي لو جيت ابلغ على 11.00.100 انا كنت عكسه ولا ايه؟ من الوين سيرفر هي البوليسي بتاعتي انا عملت فيها ايه؟ سيرفيس بوليسي انسبكت انتو اوت. انتو اوت دي انا كنت سامحه منين لفين؟ في حاجه هنا غلط، في حاجه هنا غلط. سيرفيس بوليسي تايب انسبكت من ان
تو اوت. الوان سيرفر لو بيتبنج على الانسايد كده تمام. انا كنت ببنك على نفسي معلش سوري معلش انا برضو مستغربة في حاجة غلط سوري. الدنيا شغالة عادي انا بس اللي استخدمت اي غلط. انا دلوقتي على الوين سيرفر لو جيت ابنك على الدي ام زي شغال تمام، لكن لو جيت من الدي ام زي ابنك على 11.00.100 المفروض ما يبنكش. ده المفروض فعلا ما يبنكش. ترابل شوت تاني تمام. لما جيت تست تاني اهو الدنيا شغاله تمام فعلا من الدي ام سي سيرفر. انا ما عدلتش اي حاجه تمام. كل اللي فيها بس تقريبا كان محتاجه البروسس شويه وقت بس عشان تشتغل، رغم ان دي غريبه المفروض بتشتغل على طول. لما جيت تست تاني بنكت على من الدي ام سي سيرفر للين مش شغال. لما جيت ابنك على 11.00.100 مش شغال، لكن من الوين تاني لو جيت ابنك على الدي ام سي شغال. وقلنا تاني ده ريكومنتد ان انت تعمل كده. ليه؟ ما تسمحش للترافيك من تي ام سي للاوتسايد سوري. ليه؟ عشان ما تخليش الادمن اللي قاعد على كذا الكمبيوتر يدخل نت بقى او يعمل شات ومش عارفه ايه. امنع عن الترافيك ده تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي على الفاير وول عشان افريفاي بقى، هو امر يتيم اللي بفريفاي بيه شو بوليسي ماب تايب انسبكت. ها ناخد كوبي كده وخلاص. لو انا جيت ادور دلوقتي مفيش اي سيشن عندي مفتوح، فهاجي من الكلاينت هبنج على الوين مثلا وريبيت الكلام ده عدد كبير علشان بس يصير عندي اي سيشن. لو جيت على الفاير وول دلوقتي كده وقلت له نفس الامر تاني وريني ايه هي السيشنات اللي موجوده عندي، هلاقي فيه هنا فعلا سيشن استابليشت. كام سيشن استابليشت؟ واحده ونوعها تمام. السيشن دي جايه منين؟ من 192.168.100 بورت 8 ده على فكره بتاع البنج، رايح على 0 ده برده بتاع البنج. والسيشن دي حالتها ايه؟ اوبن، لان انا مستمره في البنج اهو. حالتها ايه؟ اوبن تمام. في اي مشكله في الجزء ده؟ اوكي نوقف كده بقى البنج. السؤال بقى بتاعك، كل انواع الترافيك دلوقتي للسيلف زون انيبلد. يعني انا لو جيت من الراوتر ذات نفسه ابنج على اي حد في ريبلاي، ابنج على 12 في ريبلاي تمام. لو جيت من السيرفرات دي نفسها وبنجت على الراوتر ذات نفسه، سي مثلا عايز ابنج على 12.00 ده بتاع دي ام سي سوري 12.00.1 انا اسفه الانترفيس بتاع الراوتر تمام. طب من الدي ام سي ده لو جيت ابنج على مش الانترفيس المقابل ليه، انا اقصد الانترفيس كمان اللي هو ايه على حته تانية على طرف تاني. يعني انا ببنج هنا بص يعني عشان ما تطيش بص انا جيت من الدي ام من ده لو جيت ابنج على اي انترفيس على الراوتر هيديني ريبلاي حتى اللي مش الانترفيس المباشر ليه بالظبط. ولو جيت دلوقتي من الدي ام سي سيرفر ده انا بنكت من الدي ام سي سيرفر على الانترفيس ده، رغم ان انا اساسا قايله من الدي ام سي للسيرفر ده انا مش صالحه بالترافيك. لما جيت ابنج من السيرفر ده للسيرفر اللي بره ده الوان سيرفر كان فيه ريبلاي؟ لا، لكن لما جيت بنكت من الدي ام سي سيرفر على الانترفيس ده فيه ريبلاي. ليه؟ لان ده تبع السيلف زون. تاني اهو. طب ما هي كده تبقى صبره. واحدة حاضر. من دي ام سي سيرفر تاني لما بنكت على اي انترفيس على الراوتر ايا كان هو مين بيديني ريبلاي تمام. هما اصلا ده مش ثغرة، هما عاملين كده علشان الكنترول بلين. ما هو لازم الكنترول بلين يتسامح بيه اساسا عشان الترافيك يعدي. هو هنا انا مش فارق معايا كنترول بلين لان انا عامله شبكه سيمبل وموصلاهم كلهم دايركت، واعتبرت ان كلاينت ودي ام سي سيرفر ودي والوين سيرفر دول اكاسيت كمبيوتر واديت لهم جيت وي. لكن لو كنت قومتهم عن طريق راوتنج بروتوكولز، ما الراوتنج بروتوكولز كده كانت هتعمل لي مشكله لو كان الكنترول بلين مش بيرميتد. لكن انت بقى عايز تعكس الكلام ده وتسمح بحاجات معينه وتمنع بحاجات معينه، انت اللي تعمل لها بوليسي ميت. بمعنى
سي دلوقتي انا هديك دي تاسك اشرحها لك وانت تعملها تاسك تمام. سي دلوقتي ان انت عايز تمنع البنج بس انه يجي للراوتر ده. ليه؟ اصل الوان مش تراستد، فانا مش عايزه اي حد في الوان يبنج ولا يتلت على الراوتر بتاعي. لكن سيب الترافيك اللي جوه في الانسايد وفي الدي ام سي ان هم يبنجوا على الراوتر مثلا، دي المنطقه بتاعتي ده الانسايد. لو انت مقلق من لان برضو اعمل نفس الكلام انسايد تمام. فهتعمل ايه؟ اعمل لي كلاس نيم، حدد فيها البروتوكولات اللي انت عايزها، بلاش تحدد فيها مثلا. كله لا لا بينج بالظبط اي سي ام دي مثلا تمام. سميها طبعا اسم جديد لان دي هعمل لها زومبر جديد، فاقول فيها مثلا اسمها من الاوتسايد للسيلف. وهتعمل فيها ايه؟ دروب. دروب لمين؟ انا هفترض ان انت كريت فعلا الكلاس ميب وهكريت دلوقتي بوليسي ميب واسميها بوليسي ميب. طبعا لازم تكون التايب بتاعها انسبكت تمام. وديها مثلا اي اسم اسميها مثلا اوت تو سيلف تمام. وتقول له هنا ماتش على الكلاس. سوري طبعا انا ما حددتش كلاس، امري لله هسمي اي كلاس انا يعني اي كلاس من اللي انا كنت مكريته قبل كده. انا كنت مكريته مثلا كلاس اسمه تي سي بي، ده طبعا مش هتكتب تي سي بي، هتكتب الكلاس اللي انت حطيت جواه التلنت تمام. وهتعمل فيه ايه؟ دروب. وهتعمل فيه ايه ده؟ دروب مثلا تمام. بس احنا اتفقنا ان انت كده عملت ايه؟ دروب للتلنت بس. طب اسمح افرض ان انت عايز تعمل دروب لبقيه الترافيك كله، تعمل ايه؟ بص لو استخدمت الهيلب ممكن تقول له الكلاس، في هنا اوبشن اسمه كلاس ديفولت. كلاس ديفولت ده الديفولت بتاعه اللي هو برميت لكله او باس لكله تمام. تعالى هنا اقول له دروب، يبقى انت كده هتمنع ايه؟ تمنع كل بقيه الترافيك كله. بقيه الترافيك ايه؟ كله. بس قبل ما تعمل الحوار ده اسمح بمين؟ بالكنترول بلين الاول. فاعمل لها كلاس نيم. اعمل لها ايه؟ كلاس نيم. حط جواها البروتوكولات اللي انت عايزها زي مين؟ زي البي جي بي. بس احنا اتفقنا دلوقتي طبعا الاول كلاس ميب هتحدد جواها البروتوكولات، وبعد كده بوليسي ميب تحدد جواها انت عايز تابلاي كلام على مين. بس احنا شفنا اساسا ان في الكلاس ميب ما كانش مسموح ليا بس غير بروتوكول البي جي بي. افرض ان انت مش شغال بي جي بي، افرض ان انت شغال جو اس بي اف او اي جي ار بي، مفيش اوبشن ليهم اساسا جوه البوليسي ميب تمام. فهتعمل ايه؟ بالظبط اعمل لي اكسس ليست، وبعد كده وانت بتعمل البوليسي ماب ماتش بناء على ماتش ده اللي هي ايه ده الكلاس ده ولا ايه؟ اكزيت بوليسي ماب واسميها مثلا التايب بتاعها انسبكت واسميها مثلا تيست تمام. وتديله كده اي كلاس ده دي البوليسي، انا اسفه دي البوليسي كلاس ميب تمام. وتقول له هنا التايب بتاعها انسبكت وتديلها مثلا اي اسم كده تمام. وتقول له ماتش، بلاش بقى بروتوكول، تماتش بناء على مين؟ اكسس جروب. الاكسس جروب المقصود بيها الاكسس ليست. وفي الاكسس ليست دي هتعمل برميت للاي او جي ار بي من اني لاني مثلا، برميت للاوست اف من اني لاني، وتطبق عليها بوليسي ماب اللي هتبقى نوعها باس. نوعها ايه؟ باس. البوليسي اللي هتطبقها باس. واخر خطوه بس انسبكت، اصل ما فيهاش انسبكت دي بصراحه، ده واحد هيرد والتاني لا، انت بتسمح من اني لاني، انت سامح من اني لاني تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ تيجي بقى على الديفولت كلاس، كلاس طيب اللي هو الديفولت تمام، وتعمل باقي للباقي كله دروب بنفس الترتيب ده. زي مثلا عايز تعمل دروب للتلت مثلا،
وبعد كده بيرميت عشان الترتيب بيفرق، عامل زي الاكسس ليست كده بيمشي بالترتيب. هتعمل ديناي او دروب للتلت، تمام. بعد كده تعمل بيرميت للكنترول بلين، بعد كده تيجي على الديفولت بوليسي بتاعتك وتعمل لها دروب. اوكي واضحه كده؟ هتعرف تعمل التاسك دي؟ في اي مشاكل؟ تمام. ده كده اللاب بتاع مين؟ الزون بيست فاير وول. شويه هنتس بقى كده عايزين الاول نعملها. الاول صحيح الجزئيه اللي انت كنت قلت لي عليها، وقفتها واشغل بس على التو راوترز دول، ستارت ستارت كونكت عليهم اللي هي الريفلكسيف. لما جينا نعمل لها انسبكت، لما جينا سوري نعمل لها اللوكال بوليسي وضربت مره واحده كده الدنيا وقعت مره واحده. تمام، نعملها تاني كده على السريع مش هتاخد حاجه ان شاء الله. هديهم اي بي هات هنا على الانترفيس اللي هو المقابل اف 1 اوفر 0 سي، مثلا هديه اي بي 11001 والوين سيرفر. الانترفيس اف 1 اوفر 0 اي بي ادرس 11001 مش محتاجه ان انا ادي جيت واي بقى والكلام ده، لان الاثنين اساسا دايركت كونكتد وانا مش عايزه اعمل لاب كبير، انا بس عايزه اتست ما بين الاثنين دول وخلاص. في كونكتيفيتي اهي. تمام، تعالى بقى نعمل الريفلكسيف تاني كده. في الريفلكسيف كنا بنعمل ايه؟ اي بي اكسس ليست اللي نوعها سي مثلا اكستندد، تمام، وادي لها اي اسم سي مثلا هسميها بسم الله الرحمن الرحيم ان 2 اوت، تمام، وهبرميت فيها مين زي مثلا بروتوكول الاي بي من اني لاني، واهم اوبشن عندي دلوقتي اللي هو ريفلكت، هبرفلكت الكلام ده على ستيت تيبل. تمام، اكزيت، نعمل واحده كمان عشان الاتجاه العكسي زي مثلا هسميها اوت تو ان، وقلنا دي هعمل فيها ايه؟ evaluate للتيبل اللي اسمه state table. تمام، اخر خطوه بقى هنزل تحت الانترفيسز f1 over 0 واقول له ib access group اللي رقمها ده كده يبقى into out. في اتجاه اوت صح، والثانيه اوت تو ان في اتجاه ان. تمام، اتفقنا ساعتها الفاير وول ده لو جيت ان انا افنج على 11001 الدنيا واقعه، لان احنا اتفقنا ساعتها دي بيمنع الكنترول بلين. الكلام ده اساسا سوري مش كنترول بلين، الداتا اللي هي جنريتد فروم راوتر مش بيتطبع عليها. تمام، احل المشكله دي ازاي؟ كنا حليناها عن طريق بقى قلت لك اول حل ان انت ممكن تعمل برميت بايدك في الاتجاه العكسي للترافيك او مش لوك باك، اسمه لوكال بوليسي. تمام، فهكريت انترفيس لوك باك واحد اي بي ادرس وبعد كده كاريت راوت ميب. تمام، وادي لها اي اسم زي مثلا هسميها برميت انتر، واقول له هنا ست الكلام ده على الانترفيس اللي اسمه لوب باك واحد. طبعا قلنا ان هو بيديني ورنينج لان دي شبكه ريكومندد ان انا استخدم فيها النكست او اي بي ادرس، وبعد كده اقول له اي بي لوكال بوليسي وهطبق عليها الراوت ماب اللي انا كريتها اللي اسمها برميت. نيجي نبندل دلوقتي كده على 11001 كده في كل حاجه.
تمام. هنت صغيره قوي كده، بس لو قلت له دلوقتي الستيت تيبل كنت بشوفه ازاي، شو اكسس ليست، دي الريفلكسيف اكسس ليست، وقلنا ان هي معتمده على طيب صح. لو انا دلت الاوامر بتاعتي الراوت نيت نو راوت ميب اللي اسمها برميت، دلت كل حاجه، ونو لوكال بوليسي كمان، يلا نو اي بي لوكال بوليسي بتاعت الراوت ميب اللي اسمها برميت، تمام. لو جينا بنك تاني مش المفروض الدنيا تقع؟ ده لسه بيبنك ليه؟ قال لك طالما انت فتحت ثغره، لو قلت له انا شو اكسس ليست التايمر بيرست عادي. امال امتى ما اعرفش ابنك تاني رغم ان انا دلت كل الاوامر بتاعتي؟ ما اعرفش ابنك وقت ما التايمر ده يبقى اكسبايرد. انما طول ما انا اصلا التايمر ده شغال ابنك الاقي التايمر بتاعي بيترست وقت ما يوصل للزيرو، قال لي بعد كده ابنك لا خلاص كده مش هعرف ان انا اوصل للديستنيشن دي. تمام تمام، في مشكله دي؟ اوكي نوقف ده حتى كمان سنه طويله.